إذا قلنا اليوم راح نبدأ بالحديث عن المدرسة التقليدية الحديثة. أوكي. قلنا راح نبدأ الحديث عن المدرسة التقليدية الحديثة، والمدرسة هذه متكونة من نظريتين أساسيتين. النظرية الأولى هي نظرية العلاقات الإنسانية، والنظرية الثانية هي نظرية الفلسفة الإدارية. نظرية العلاقات الإنسانية البعض يسمونها بحركة العلاقات الإنسانية، وهي من أهم النظريات الإدارية، إلى حد الآن يعني تستخدم بشكل كبير. النظرية هذه إخواني أخواتي ركزت على العوامل الاجتماعية والنفسية، وكذلك وخاصة ركزت على التنظيم الغير رسمي، يعني على عكس النظريات التقليدية التي لا تركز بتاتا على العوامل الاجتماعيه، يعني تنظر الى العامل نظره اليه، وكانت تعتمد الامور الرسميه بشكل كبير. في هذه النظريه رواد النظريه وراء واهم رائد من رواد نظريه العلاقات الانسانيه هو إلتون مايو. إلتون مايو وفريق الباحثين اللي كان معه تكلموا عن التنظيم عفوا تكلموا عن التنظيم الغير رسمي وتأثيره على أفراد المنظمة، بدلا من التركيز على الهيكل الإداري وعلى الأمور الرسمية. وفي الواقع النظرية هذه اشتهرت بما يسمى بتجارب هاوثور. تجارب هاوثور، هاوثور هو عبارة عن مصنع من مصانع شركة جنرال ويسترن إلكتريك. في العشرينات تقريبا من القرن الماضي قام إلتون مايو وفريق من الباحثين معه بأبحاث لمدة سنوات في الواقع داخل هذا المصنع، مصنع هورثون، وقاموا بتجارب سوف نحاول أن نستعرضها بعد شوي. ولكن خلينا نشوف أصل هذه النظرية، وش هي العوامل التي أدت لظهور نظرية العلاقات الإنسانية. ولعلكم تلاحظوا يعني مسمى نظرية العلاقات الإنسانية، وبالتالي فهي نظرية اهتمت بالعلاقات الإنسانية داخل محيط العمل. من العوامل التي أدت لظهور هذه النظرية عندنا أول شيء ازدياد قوة النقابات العمالية، إذ أنه في ذلك الوقت لم يكن هنالك بيئة مناسبة للعمل من قبل الإداريين، وهنا النقابات العمالية حاولت أنها تضغط على الشركات أنها يعني تطالبها بأنها يعني تركز على الجوانب النفسية والاجتماعية بشكل أكبر. كذلك من العوامل زيادة ثقافة العمال، هذه نقطة مهمة جدا. العامل في البداية لم يكن يعرف القراءة ولا الكتابة، وبالتالي لم يكن يعرف وش هي حقوقه وواجباته. لما أصبح العامل مثقف أصبح يعي أكثر حقوقه وواجباته، وهذا سلط الضغط على المنشآت. كذلك من العوامل ازدياد حجم المنظمات، وهذه الضخامة في حجم المنظمات أدى إلى وجود كم هائل من الموظفين وكم هائل من المستويات الإدارية، وبالتالي أصبحت عملية إدارة هذا الكم الكبير من الموظفين صعبة، وممكن أنها تتسبب في مشاكل بين الموظفين. عشان هيك أصبح هنالك التركيز على أكبر على توفير بيئة عمل ممتازة، يعني تخلي الموظفين يشتغلون في بيئة أفضل وعلاقات أفضل، هذا يؤثر إيجابيا على العمل. كذلك من العوامل ارتفاع مستوى المعيشة، يعني متطلبات العامل أصبحت أكثر من ذي قبل وأصبحت أغلى من ذي قبل، وبالتالي أصبح إيش يعني يحاول الضغط على المنشأة حتى تهتم بجوانب الاجتماعية والنفسية والصحية إلى آخره. أخت أماني، بالنسبة للأسماء، أسماء مثال تجربة هوثار أو مثال أسماء رواد النظريات، هذه مهمة جدا، يجب أن نحفظ أسماء رواد النظريات. بينما التواريخ ليست مهمة. أوكي؟ التواريخ ليست مهمة. عامل أخير أدى إلى ظهور هذه النظرية هو ارتفاع تكلفة العنصر البشري. إحنا قلنا يعني ارتفعت مستوى المعيشة ارتفع، وبالتالي أصبح الموظف يطالب براتب أكثر، إذا أصبح العنصر البشري يتكلف على المنشأة يعني يتكلف بشكل كبير، وهذا يخلي المنشأة دائما تحاول أن تبحث عن
أفكار جديدة وطرق جديدة كيف أنها تستطيع أن تخفض التكاليف وفي نفس الوقت ترضي الموظف وتوفر له بيئة عمل مناسبة. كما قلنا قبل شوي هنالك تجارب معروفة جدا، تجارب هورثون هي التي أدت فعلا إلى ظهور الأفكار الخاصة بنظرية العلاقات الإنسانية. في الواقع هنالك 4 تجارب، لكن أنا سوف أتحدث فقط على تجربة واحدة وهي تجربة الإضاءة. هنا وش اللي صار بالضبط أخواني أخواتي؟ إنتون مايو والفريق اللي معه أرادوا أن يقوم بتجربة اللي هي أنهم إيش يضعون فريق من العاملين في صالة من صالات العمل، وهنا استنتجوا أنه كلما زادت الإضاءة زاد الإنتاج، كلما زادت الإضاءة على هؤلاء العمال زاد الإنتاج. فقالوا أوكي هنالك علاقة طردية بين درجة الإضاءة والإنتاجية، فعشان يتأكدوا قالوا أوكي خلينا نخفف الإضاءة، خلينا نقلل من الإضاءة، من المفروض أن الإنتاجية سوف تنخفض. ولكن هنا يعني تفاجأوا أنهم لما خفضوا الإضاءة ما الذي حدث؟ لم تنخفض الإنتاجية بل بالعكس زادت، يعني حتى لما خفضوا الإضاءة الإنتاجية زادت. وهنا اكتشفوا أن السبب في ارتفاع وفي انخفاض الإنتاجية هو ليس الإضاءة، وهذا شيء طبيعي ليس الإضاءة، ولكن إيش؟ هو إحساس الموظفين باهتمام الشركة فيهم. لما الموظفين أو العمال شافوا أن المنشأة تقوم بتجارب عليهم ومهتمة بهم، هذا إيش؟ ولد عندهم يعني حافز إضافي أنهم يشتغلون أكثر. ومن هنا يعني بدأت الأفكار أنه إيش؟ أنه إذا اهتممنا بالجوانب النفسية للعامل واهتمينا فيه فأنه إيش؟ العامل هذا سوف يشتغل أكثر ويعطي إنتاجية أكبر. فهنا لاحظوا من هذه التجارب أنه الأفراد يميلون إلى تكوين علاقات غير رسمية أو منظمات غير رسمية، يعني هي علاقات بين الموظفين، علاقات صداقة زمالة التي لا يحددها الهيكل التنظيمي، علاقات غير رسمية. كما لاحظوا أن الأفراد هذم يتأثرون بشكل كبير بهذا الإطار الغير رسمي، يعني إذا كان هنالك علاقات غير رسمية فسوف يهتمون بها أكثر من اهتمامهم بالأطر الرسمية داخل المنشأة. وأيضا لاحظوا أن الموظفين هذم يهتمون بالحوافز المعنوية، الحوافز المعنوية لها دور كبير في دفع الأفراد أنهم يشتغلون أكثر. كذلك لاحظوا أن طاقة الفرد وإنتاجية الفرد لا تحددها حالته الجسدية بل تحددها حالته الاجتماعية بشكل يعني أكبر. كل ما كان الموظف مرتاح نفسانيا واجتماعيا كل ما كانت إنتاجية حقه أكبر. كذلك لاحظوا أن الموظفين أو العمال يتأثرون بشكل كبير بالقيادة الغير رسمية من خلال الجماعات التي يشكلونها، وهذا نلاحظه في العديد من المنشآت إلى الآن أخواني أخواتي، هو أنه ليس دائما المدير هو اللي عنده تأثير أكبر على الموظفين، لا، بعض الأحيان هنالك موظف بسيط ولكن إيش؟ عنده مثال شخصية قوية تخلي أنه كل زملائه يستمعون إلى آرائه ويأخذون بآرائه ويستجيبون له يعني لأفكاره بشكل أكبر. أوكي؟ إذا ملخص القول ليس تلخيص، اوكي، انا لا اعتمد اي تلخيص وهذا قلته في المنتديات، اوكي، المرجع الرسمي والاساسي والوحيد هو الحلقات المصوره على نظام تدارس، اوكي. اذا ملخص القول هو انه من خلال هذه التجارب هاوثور تم ملاحظه أن العمال يتاثرون بالاطر الغير رسميه اكثر من تاثرهم بأي سلطة يعني رسمية أو أي علاقات رسمية. وظهور هذه النظرية أخواني أخواتي أدى إلى ظهور
ظهور هذه النظرية. أوكي، إذا كان هنالك سؤال تطرحون السؤال هنا وأنا يعني أشرح لكم وأفسر لكم، ولكن تقول لي يعني أخت مريم تقول لي سرد، أنا بعطيك يعني إن الأشياء التي ظهرت من خلال نظرية العلاقات الإنسانية، إذا كان هنالك نقاط غير مفهومة تقولين أنه هذه النقطة غير مفهومة، بس أن تقولي أنه هذا كله سرد يعني لا أعتقد ذلك. أوكي؟ أخت سعاد، العمال يتأثرون بالعوامل النفسية بالإطار الغير رسمي، أوكي؟ من خلال هذه النظرية تم اكتشاف أن العمال لا يتأثرون فقط بكل ما هو مادي، رواتب وإطار رسمي، تنظيم رسمي، لا، تم اكتشاف أن العمال إنتاجيتهم وولائهم للمنظمة يتأثر بشكل كبير بكل ما هو نفسي، بكل ما هو اجتماعي. يعني الموظف خلال هذه النظرية يقول لك إذا كنت تعاوز أن الموظف يشتغل أكثر، لا، ما فيش فايدة أنك تزود له راتبه أكثر، لا، إذا اهتميت به، إذا اهتميت باستحداث بيئة مناسبة للعمل، إذا أعطيته أهمية فهذا يخلي الموظف يشتغل أكثر. أوكي؟ فالموظف لا يهتم فقط بالجوانب المادية بل يهتم أيضا بالجوانب النفسية. طبيعة الحال أخت آسيا تجارب هاوسور معنا ولكن بدون تفاصيل، بس الأفكار يعني في شكل رؤوس أقلام تكفي. أوكي؟ المهم أن نكون فاهمين التجارب هذه فقط. صاحب النظرية أو رائد النظرية هو إلتون مايو، أخت خلود، أوكي؟ رائد هذه النظرية هو إلتون مايو. إذا ظهور هذه النظرية، قلت أخواني أخواتي، ترتبت عليه آثار على المنشآت بصفة عامة. من الآثار التي ترتبت على ظهور هذه النظرية، أول شيء عندنا ظهور إدارة الأفراد، إدارة شؤون الموظفين كما نقول الحين، أوكي؟ في السابق في بداية القرن العشرين لم يكن هنالك إدارة تعنى بشؤون الموظفين. للآثار أيضا اعتراف المنشآت بحق العامل في الإجازات السنوية. في السابق قبل ذلك يعني مع تايلور وفاير لم يكن هنالك اعتراف بحق العامل في إجازة سنوية خالصة الأجر. مع نظرية العلاقات الإنسانية أصبح هنالك اعتراف بحق العامل في هذه الإجازات. كذلك من الآثار الاعتراف بحق العامل في الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية، تأمين صحي، سكن، إلى آخره. ليش؟ لأنه اكتشفنا في ذلك الوقت أنه العامل إذا اهتميت به من الناحية الصحية والنفسية فهذا سيدفعه أنه يشتغل أكثر. أخت عبير، نستطيع أن نكتفي بالتجربة الأولى كافية، أوكي؟ تجربة الإضاءة كافية حتى نفهم النظرية هذه. أيضا من الآثار المترتبة على هذه النظرية ضرورة تدريب الرؤساء، يعني رؤساء الأقسام، رؤساء الموظفين، على مراعاة العلاقات الإنسانية، وذلك من خلال حثهم على التعامل الحسن مع العمال. يعني لا يكفي انك تيجي تقول اوكي يجب عليك ان تعامل الموظفين بطريقه جيده، لا يكفي ان تقول هذا الكلام، لا، بعض انه قسوا في ذلك الوقت لانهم كانوا متعودين انهم يعاملون العمال بنوع من القسوه، في ذلك الوقت اصبح هنالك اهتمام بضروره تدريب الرؤساء الاقسام على ايش؟ كيف نراعي ظروف العمال؟ كيف نتعامل بطريقة حسنة مع العمال، لأن هذا كله في الواقع يصب في مصلحة المنشأة، يصب ولو بطريقة غير مباشرة في مصلحة المنشأة. إذا من إيجابيات هذه النظرية أنها أول شيء ركزت على الجانب الإنساني على عكس المدرسة التقليدية، وبالتالي قامت بسد الفجوة التي تركتها المدرسة التقليدية. كذلك النظرية هذه فتحت الطريق أمام العلماء والباحثين
للقيام بمزيد من الدراسات العلمية التجريبية. لا ننسى أنه كيف اكتشف إلتون مايو وزملائه أن العامل يهتم بالأمور النفسية لما قاموا بتجارب على هذا العامل. ولكن من النقاط السلبية، يعني الأمور النفسية بقدر ما هي إيجابية بقدر ما هي أيضا سلبية إخواني أخواتي، أنه ما يعاب على هذه النظرية أنها اهتمت بجانب واحد من التنظيم اللي هو العنصر البشري، وأهملت الجوانب الأخرى، على أساس أن نجاح المنشأة ليس مرتبطا فقط بالعنصر البشري ولكن بعناصر أخرى كذلك. كما أنه من سلبيات هذه النظرية أنها ركزت على التنظيم الغير رسمي، وركزت على الحوافز المعنوية بشكل كبير جدا، وأهملت الحوافز المادية، وأهملت التنظيم الرسمي. أوكي؟ يعني لم تجمع بين الرسمي والغير رسمي، بين المادي والمعنوي. من قام بالجمع بين المادي والمعنوي هو دوغلاس ماكغريغور، رائد النظرية الثانية اللي بنشوفها الحين، اللي هي نظرية الفلسفة الإدارية. نظرية الفلسفة الإدارية رائدها دوغلاس ماكغريغور، وفلسفة هذه النظرية تقوم على أن أي مدير أو سلوك أي مدير سوف يكون متأثر إما بفكر المدرسة التقليدية أو بفكر العلاقات الإنسانية. ولو أن نظرية الفلسفة الإدارية مؤيدة بشكل كبير لنظرية العلاقات الإنسانية، ولكن نظرية الفلسفة الإدارية حاولت أنها تعمل زي المقارنة بين نظرية العلاقات الإنسانية ونظرية أو المدرسة التقليدية. وهذه النظرية تشكلت بناء على 5 نقاط أساسية نشوفها بسرعة في شكل رؤوس أقلام. النقاط التي قامت عليها نظرية الفلسفة الإدارية هو أن أول شيء المدرسة التقليدية أهملت الفرد لتأتي بعدين مدرسة العلاقات الإنسانية وتهتم بالفرد كعنصر أساسي في التنظيم. إذا الفلسفة الإدارية حاولت أنها تقارن بين الفكرين هذا. لا أخت فرحة، هذه كلها مجرد أفكار باحثين، أوكي؟ إحنا لسه ما درسناش النظريات الحديثة، أوكي؟ العامل لا يخرج من مدرستين إما تقليدية وعلاقات إنسانية، هذا بحسب وجهة نظر دوغلاس ماكغريغور، بحسب وجهة دوغلاس ماكغريغور، وهذه وجهة نظر قديمة نوعاً ما، لسه في نظريات أخرى سوف تعطينا أفكار أخرى، هذه بنشوفها إن شاء الله الأسبوع المقبل. من النقاط كذلك التي قامت عليها النظرية هذه أن المدير المتأثر بمبادئ الإدارة التقليدية والمدرسة التقليدية لديه قناعة بمبادئه، لديه قناعة بمبادئه ولا يقبل النقاش ولا يقبل التعديل عليها، فهو متمسك بكل ما هو رسمي، بكل ما هو يعني تقليدي. اوكي، هذا سؤال احد الاخوات تقول وش الفرق بين المدرسه التقليديه والمدرسه التقليديه الحديثه؟ المدرسه التقليديه تنظر الى العامل وكانه آلة، في نظره آلية للعامل. المدرسه التقليديه الحديثه حاولت انها ايش؟ تهتم شوي بالجانب الانساني والنفسي للعامل. ولكنها كذلك افكارها قديمه شوي. اوكي؟ إذا الفرق بين التقليدية والتقليدية الحديثة أن التقليدية تنظر للعامل وكأنه آلة فقط، التقليدية الحديثة تقول لا، أن العامل أوكي كذلك يمكن أن ننظر إليه ونهتم بأموره النفسية والاجتماعية، فبالتالي أعطت بعض الأفكار الجديدة مقارنة بالمدرسة التقليدية. أوكي؟ ولكن ظل عندها كذلك بعض السلبيات. من النقاط كذلك أن المدير التقليدي يؤمن بأن السلطة هي الوسيلة الوحيدة للتأثير على سلوك الفرد، بينما ماكغريغور يقول لك لا، هنالك وسائل أخرى كالإقناع والحوافز إلى آخره. أيضا المدير التقليدي يؤمن بأن المركز الرسمي أو المنصب هو المصدر الوحيد للسلطة. لو تذكرون أول أمس مع النظريه البيروقراطيه اللي هي تتبع المدرسه التقليديه، بتقول لك كانوا السلطه موجوده عند مين؟ موجوده عند صاحب المكتب اللي عنده
منصب وعنده عنده يعني عنده منصب في الهيكل التنظيمي. بينما ماكريغور يقول ان هنالك مصادر عديده للسلطه. يعني مثال على سبيل المثال، اللي عنده خبره عنده سلطه، اللي عنده قدرات شخصيه قوه شخصيه عنده سلطه، اللي عنده العلم عنده سلطه، اوكي؟ فليس فقط المنصب هو مصدر السلطه بالنسبه للمدير. من هذا المنطلق اخواني اخواتي، فماكغريغور حاول انه يضع بعض الاسس لنظريته، اللي هي نظريه شباب، نظريه عفوا اخواني اخواتي، متعود اني ادرس الطلاب في الجامعه، فاعذروني بنخبط في بعض الاحيان. قلنا انه ماكغريغور نظريته، نظريه الفلسفه الاداريه، اطلق عليها اسم اخر اللي هي نظريه اكس واي. اوكي، نظريه الفلسفه الاداريه كذلك اخواني اخواتي، هذه نقطه مهمه، نسميها كذلك نظريه اكس واي. وش الاكس واي؟ الاكس هي وجهه النظر التقليديه في التوجيه والرقابه، يعني المدرسه التقليديه. واي هي وجهه نظر العلاقات الانسانيه في التكامل بين اهداف الفرد والتنظيم. عشان هيك هي احنا قلنا قبل شوي اللي هي نظريه تسعى للمقارنه بين نظريه العلاقات الانسانيه والمدرسه التقليديه، فعشان هيك جمعتهم مع بعض اكس واي. اكس كل ما هو مدرسه تقليديه، واي كل ما هو نظريه علاقات انسانيه. وبالتالي فحسب ماكغريغور اي مدير في العالم هو اما ان يكون مدير اكس متاثر بوجهه النظر التقليديه، او انه يكون مدير واي له وجهه نظر علاقات انسانيه. والمقارنه بين اكس واي ممكن تتم من خلال العديد من النقاط. راح ناخذ نقطتين او ثلاثه يعني حتى نتقدم اكثر. على سبيل المثال ماكغريغور يقول لك اذا كنت مدير اكس فانك سوف تنظر الى الموظفين على انهم اناس لا يحبون العمل بل يحاولون تجنبه. بينما اذا كنت مدير واي فبالعكس سوف ترى ان الموظف بطبيعته يحب العمل ويسعى له بطبيعه الحال اذا وفرت له ظروف مواتيه. ايضا من النقاط المقارنه ماكغريغور يقول لك اذا كنت انت مدير اكس فانت ترى ان العامل لو اعطي الحريه فانه لن يعمل، لانه بالنسبه لي العامل لا يحب العمل. بينما اذا كنت مدير واي فانك سوف ترى انه في ظل ظروف اجتماعيه مناسبه فبالعكس الموظف او العامل سوف يسعى بمحض ارادته نحو الانجاز نحو العمل. ف هنا بتشوف انه ماكغريغور حاول انه يقارن بين المدراء من صنف اكس وبين المدراء من صنف واي. وهذا خلينا نقول النقطه الايجابيه الاساسيه لهذه النظريه، انها قدمت اول تحليل مقارن بين مدرستين. كذلك من ايجابيات هذه النظريه اخواني اخواتي انها تعتبر مقدمه للمدرسه الحديثه. لأن النظرية هذه بدأت تتحدث أكثر فأكثر على المدراء الذين يهتمون بمرؤوسيهم والذين يعطيهم يعني نوع من الحرية واللي بيعطيهم نوع من الصلاحيات إلى آخره. ولكن من سلبيات النظرية أنها بالغت في التحليل بشكل كبير، حيث أنها صورت وكأن المدرسة التقليدية ونظرية العلاقات الإنسانية وكأنهما نقيضين بشكل كبير من خلال نقاط المقارنة. ولكن في الواقع أن نظرية العلاقات الإنسانية يمكن أن نعتبرها مكملة للمدرسة التقليدية. إذا من سلبيات النظرية أن نظرية الفلسفة الإدارية صورت أن العلاقات الإنسانية هي بديل للمدرسة التقليدية، ولكن في الواقع نظرية العلاقات الإنسانية هي جاءت لتكمل الأفكار التي استحدثت مع مع المدرسه التقليديه عفوا. اوكي، اذا نظريه العلاقات الانسانيه هي في الواقع مكمله للمدرسه التقليديه. هذا فيما يخص يعني نظريه الفلسفه الاداريه. كما قلنا هي ثاني نظريه في المدرسة التقليدية الحديثة. شفتوا المدرسة التقليدية الحديثة فيها شوية أفكار تقليدية وشوية أفكار إيش حديثة. ولكن خلينا نمر إلى
ما هو أهم وما هو عملي بالنسبة إلينا، اللي هي إيش؟ المدارس الحديثة. إحنا شفنا إخواني أخواتي إلى حد الآن مدرستين أساسيتين، المدرسة التقليدية فيها 3 نظريات، المدرسة التقليدية الحديثة فيها نظريتين، والحين سوف نحاول دراسة مجموعة من المدارس الحديثة. اليوم والأسبوع المقبل سوف نحاول دراسة مجموعة من المدارس الحديثة. اليوم سوف نقتصر على مدرسة واحدة فقط، اللي هي المدرسة السلوكية. إيه بطبيعة الحال أخت غيداء، أن المقارنة مهمة. أوكي، أنا أعطيت بعض جوانب المقارنة، أوكي، وهي موجودة عندنا في الحلقات المسجلة. إذا كان هنالك أي نقطة في المقارنة غير واضحة، بطبيعة الحال تسأليني لمتى شئت بإذن الله. إذا أرجع، قلنا كم عدد المدارس بصفة عامة؟ إحنا عندنا 3 مدارس أخت سارة. المدرسة الأولى اللي هي المدرسة التقليدية، المدرسة الثانية اللي هي مدرسة تقليدية حديثة، والمدرسة الثالثة هي المدرسة الحديثة أو المدارس الحديثة. أخت حنان، تستطيعون أن تقومون إذا أردت أنك تختصري وتكون الأمور أسهل، أنه يعني تجمعين مثال في جدول، أو تقومون بتلخيص بالاعتماد على اللقاء الحي أو الحلقات المسجلة. أوكي؟ أخت جورة، ما الذي تقصدين يعني بالمقارنة؟ لم أفهم ماذا تقصدين بهل ممكن أن نسوي مقارنة؟ احنا في كل مرة بنعطي الإيجابيات والسلبيات الخاصة بكل نظرية، وهذا بحد ذاته يساعد على المقارنة بين هذه النظريات. أوكي؟ إذا كنا في المدارس الحديثة، اليوم راح نشوف المدرسة السلوكية، وكما يدل اسمها مدرسة سلوكية، يعني تهتم بسلوك الإنسان داخل المنظمة. تهتم المدرسة السلوكية إخواني أخواتي، تهتم بدراسة السلوك الإنساني في محيط العمل، أو خلينا نقول سلوك الموظف. ورائد هذه النظرية هو هاردراش. رائد هذه النظرية هو هاردرش، وهاردرش حاول أن يركز على سلوك الموظف داخل المنشأة، كيف يتأثر هذا السلوك، كيف يؤثر هذا السلوك في إنتاجية الموظف، وبالتالي التفكير هذه فكرة التفكير على عفوا فكرة التركيز على السلوك الإنساني يضع هذه المدرسة في مكانة مستقلة مقارنة بالمدارس الأخرى، بل يؤكد العديد من الباحثين على أنها بداية الفكر الحديث. لما وصلنا في وقت من الأوقات أن نحاول ونركز على دراسة سلوك الموظف وكيف يؤثر هذا السلوك في الإنتاجية، للأسف أخت مياس، هذه أسماء الباحثين. أوكي؟ يعني يعني نسوقها كما هي. أوكي؟ وهي تعتبر نقلة نوعية من المدرسة، من المدارس التقليدية إلى بداية الفكر الحديث. وفي الواقع هنا احنا لن نطيل الحديث بشكل كبير عن المدرسة الكلاسيكية، عفوا المدرسة السلوكية، راح نحاول بس فكر بعض خصائصها، بعض خصائصها التي تميزها عن المدارس السابقة. أول شيء، المدرسة السلوكية إخواني أخواتي يعبر عنها أنها مدرسة علمية تطبيقية، تقوم على وضع فرضيات خاصة بالسلوك التنظيمي، سلوك الموظف وأثره على الإنتاجية، ثم محاولة دراسة السلوك الحقيقي يعني من الناحية التطبيقية، ومحاولة التأكد من فرضيات تأثير السلوك على إنتاجية الموظف. فهي مدرسة علمية تطبيقية تقوم على تطبيقات. كذلك من خصائصها أنها مدرسة
معياريه، لانه هاردريس هنا وضع معايير معينه يستخدمها لقياس التغييرات التي تحدث بناء على سلوكيات الموظف. إيه بطبيعه الحال اخت فاطمه، الايجابيات مهمه بطبيعه الحال، الايجابيات والسلبيات في كل مدرسه مهمه. ايضا من خصائص هذه المدرسه، المدرسه السلوكيه، هي انها مدرسه انسانيه. يعني ايش؟ تقوم على اساس التفاعل، تقوم على اعتبار ان حواسس وحاجات الانسان مهمه جدا. أن حاجات الإنسان تحدد سلوكه، تؤثر على سلوكه، وبالتالي تؤثر على عمله. فهي مدرسة إنسانية لأنها تهتم بالسلوك الإنسان. أخت جميلة، صحيح أن النظريات متعددة نوعا ما، ومن الوهلة الأولى يخيل إلينا أنه سوف راح نتلخبط بسرعة، ولكن إذا سوينا ملخص لحالنا جدول، وفي بعض الملخصات اعتقد يعني اخوات في اترام ماضيه قاموا بذلك، عند اعداد جدول سوف ترون ان الامور سهله باذن الله، سوف ترون ان الامور سهله باذن الله، وانا اعني ما اقول، يعني لا اقول هذا من فراغ. اوكي، ايضا من خصائص هذه المدرسه خاصيه رابعه هي انها مدرسه اقتصاديه. ليش اقتصاديه؟ لأنها تسعى إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية للمنشأة، الأهداف الربحية، ولكن ليش؟ عن طريق إشراك الموظف في جميع مراحل العمل. إشراك الموظف لأنها يعني تسعى لدراسة كيف أن سلوك الموظف يمكن أن يؤدي إلى تحقيق الأهداف، أهداف المنشأة الربحية بطبيعة الحال. ايضا الخاصيه الخامسه هي مدرسه نفسيه، تهدف الى تغيير البيئه النفسيه والمحيط العمل، بحيث ان سلوك الموظف يكون ايجابي ويؤثر ايجابيا على الانتاجيه. شفتوا اخواني اخواتي، مدرسه معياريه، مدرسه انسانيه، اقتصاديه، نفسيه، فنحس وكان فيها نوع من الشموليه مقارنه بالمدارس السابقه. ايضا هي مدرسه اجتماعيه، تهتم بالموظفين، بالمجموعات، وتفاعل هذه المجموعات داخل محيط العمل. هي كذلك مدرسه تستخدم المشاركه كاداه للعمل الاداري، مشاركه الموظفين في اتخاذ القرار، وترى ان اشراك الموظفين في اتخاذ القرار هذا مهم جدا، يحفز الموظفين ويرفع من انتاجيتهم. نقطه ثامنه، المدرسه هذه اخواني اخواتي هي مدرسه تدريبيه، او خلينا نقول تاهيليه، لانها تهتم في تنميه المهارات الانسانيه والعلاقات بين افراد المنشاه، وهذا بحد ذاته كذلك يرفع من انتاجيه العمال. نقطه قبل اخيره، المدرسه هذه اخواني اخواتي هي مدرسه تنظيميه، يعني تهتم بالسلوك التنظيمي وبالتغيير التنظيمي وباستحداث اساليب اداريه جديده. فهنالك عمل كبير قامت به هذه المدرسه في في فيما يخص الهيكل التنظيمي والتغيير التنظيمي. اخيرا، المدرسه هذه ومن خلال الخصائص السابقه نستطيع ان نقول انها مدرسه شموليه. يعني ايش مدرسه شموليه؟ تنظر الى المنظمه بنظام شامل له ابعاد انسانيه، اقتصاديه، اجتماعيه. فهي تنظر الى الموظف نظره شامله، تنظر الى الموظف انه انسان، تنظر للموظف انه يعني عامل يساعد على رفع مستوى المنشاه وعلى تحقيق اهدافها الاقتصاديه. تنظر الى الموظف وانه فرد من مجموعه وعنده علاقات، والجماعات هذه تعرف عندها تاثيرات كبيره على العمل، تاثيرات ايجابيه وسلبيه بطبيعه الحال. وبالتالي من النقاط الايجابيه لهذه المدرسة أخواني أخواتي أنها حاولت أنها تجمع بين المدرسة التقليدية ومدرسة العلاقات الإنسانية. كذلك خصائصها اللي شفناها الحين بشكل سريع تعطيها كل صفة الشمولية، أكثر من النظريات الأخرى، أكثر من النظريات السابقة. ليش؟ على سبيل المثال، نظرية العلاقات الإنسانية اهتمت فقط بالجانب الإنساني، المدرسة التقليدية اهتمت فقط بالجانب الاقتصادي، ولكن المدرسة هذه حاولت أن تهتم بالعديد
من الجوانب في نفس الوقت، وبالتالي تعتبر مدرسة شاملة أو شمولية شاملة. ولكن من سلبياتها أنها تبسط السلوك الإنساني بشكل كبير، حيث معظم مبادئ هذه المدرسة استنبطت من دراسات أجريت على بعض الحيوانات، يعني كالفئران والحمام، وبالتالي يعني هذا نقطة سلبية، يعني لا نستطيع أن نقوم بتجارب على فئران وبعدين نقول أوكي السلوك الإنساني سوف يكون يعني تقريبا هو نفسه، لا لا نستطيع أن نقول هذا. أخت ريم، يكفي رؤوس أقلام، أوكي؟ رؤوس أقلام بالنسبة للخصائص نكتفي برؤوس الأقلام كافية. كذلك من سلبياتها أنها ركزت على البيئة بشكل كبير وأعطتها التأثير مطلق على سلوك الفرد. يعني بالنسبة للنظرية هذه أو المدرسة هذه بتقول أنه الفرد يتأثر بالبيئة بشكل كبير، وبالتالي تجرده من قدرته على التعامل مع الظروف البيئية والتكيف معها. أخواني أخواتي، في بعض الأحيان الإنسان هو الذي يؤثر في البيئة المحيطة به وليس العكس. بينما المدرسة هذه قالت لا، البيئة هي عندها تأثير مطلق على سلوك الإنسان. أوكي، وهذه نقطة سلبية في هذه المدرسة. أخت شريفة، أيوه، هذا هو كل الخصائص نقدر ناخذها رؤوس أقلام فقط. المهم أن نفهم أن الخصائص هذه ترى تابعة للمدرسة السلوكية. الخصائص، أقصد خصائص المدرسة السلوكية. بالنسبة لي أخت شيفان، بالنسبة لنظرية إكس واي نفس الشيء. يعني المقارنات اللي شفناها في نظرية إكس واي كلها ناخذها كذلك رؤوس أقلام. أوكي؟ كلها بناخذها رؤوس أقلام بإذن الله. المهم أهم شيء، أهم شيء أن نفهم وش المقصود بإكس مدير صنف إكس، وش المقصود بمدير صنف واي. إذا فهمنا هذا بعدين المقارنات لما تجينا في سؤال وكذا مباشرة نقدر نعرف، لأنه احنا كنا نصبح فهمنا وش المقصود بمدير صنف إكس، وش المقصود بمدير صنف واي. أوكي؟ بإذن الله سهلة، يعني ما تصعبوش الأمور، راح تشوفوا بإذن الله، بإذن الله الأمور سهلة كما كان ذلك يعني في الفصول الماضية بإذن الله. إذا أخواني أخواتي، عندي كويز سريع وبعطيكم في سؤالين فقط، وراح أعطيكم كذلك دقيقتين للإجابة عن هذا الكويز. إذا تم توزيع الكويز ونلتقي بعد دقيقتين بإذن الله.
السلام عليكم، انتهى الوقت. قبل تصحيح الكويز، أخت بشرى، السؤال لسه وصل للحين. بالنسبة للمنهج الإسلامي والمدرسة الإسلامية، هي تندرس تحت المدارس الحديثة، وسوف ندرسها بإذن الله الأسبوع المقبل. أوكي؟ إذا أرجع للكويز، السؤال الأول: من سلبيات نظرية العلاقات الإنسانية، من سلبيات، هل التركيز على التنظيم الرسمي؟ لا، احنا قلنا النظرية هذه ركزت على التنظيم الغير رسمي. هل اهتمت بالعنصر البشري واهملت العناصر الاخرى للتنظيم؟ بطبيعة الحال هذا ما يعاب على هذه النظرية، ان اهتمت فقط بالعنصر البشري واهملت العناصر الاخرى، وهذه نقطة سلبية. هل هو ظهور إدارة الافراد؟ لا، هذا ليس من السلبيات، هذا من نتائج النظرية. كذلك زيادة ثقافة العمال، هذا كذلك ليس من السلبيات، هذا من العوامل التي أدت لظهور هذه النظرية. السؤال الثاني: أخواني أخواتي، وجهة النظر التقليدية في التوجيه والرقابة يعبر عنها بنظرية إكس أو واي أو إكس واي. إذا بدأنا بال إكس واي الأخير، إكس واي هو اسم النظرية، نظرية الفلسفة الإدارية. وجهة النظر واي هي وجهة نظر العلاقات الإنسانية في التكامل بين أفراد الفرد وأفراد المنظمة. واختصارا، وجهة النظر واي هي وجهة النظر اللي فيها تكامل بين الفرد والمنظمة. أوكي؟ بينما وجهة النظر التقليدية التي تعتمد على التسلط وعلى اعتبار العامل وكأنه آلة، وجهة النظر التقليدية هذه هي إكس. أوكي؟ إذا وجهة النظر التقليدية في التوجيه والرقابة يعبر عنها بنظرية إكس أو بوجهة نظر إكس. أخت علي، بالنسبة للمدرسة التقليدية عدد نظرياتها ثلاث. أوكي؟ المدرسة التقليدية عدد نظرياتها ثلاث: نظرية الإدارة العلمية، نظرية شمولية الإدارة، والنظرية البيروقراطية. أوكي؟ إذا كان هذا الكويز، وكان هذا كل ما لدي اليوم. إن شاء الله الأسبوع المقبل نواصل الحديث عن باقي مراحل تطور الفكر الإداري. إن شاء الله راح يكون عندنا محاضرتين أو ثلاث بحسب التسهيل، الله يسهل إن شاء الله، وأعلمكم بذلك في الإبان. لا تنسوا بالنسبة للإخوة والأخوات اللي لسه ما دخلوش على التكليف، باقي عندنا تقريبا 24 ساعة أو أقل شوي لحل هذا التكليف. إذا نلتقي إن شاء الله الأسبوع المقبل. تصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.